جوز كلام. صباح الخير أبو فاكر. يا صباح النور. لك شو مفيقك قبل الشحادة وبنت ونازل طقطقة أو حركة شيء؟ إيه والله ما خليتني أعرفنا. بالله؟ معني حاولت إني حركش بدون صوت مشان ما تفيقي. لك الله يعيني عليك. يلا لكن طالما فقتي حأعمل أحلى فنجانين قهوة مشان تصحصحي. تفضل يا ستي. وهي فنجان قهوة مغلية على كيف كيفك لأحلى أم جوزيف. يسلموا إيديك، حطها هون وتعال احكي لي، شو كنت عم بتحركش من الصبح؟ هذا يا ستي مبارح بالليل إجتني فكرة، ما صدقت إيمتى طلع الصبح لنفذها. فكرة شو؟ احكي لي. يا ستي بما إنه صار في منظمات ومؤسسات كتير عم تساعد الناس المرضى، الفقراء، المعترين وخلافه، بما إنه كل واحد بيقدر يتبرع لهالمؤسسة باللي بيقدر عليه، قررت اجمع شوية اغراض من اغراضي اللي بتعز علي واتبرع فيها لشي مؤسسة من اللي بيبيعوا هاي الشغلات بالمزاد العلني. اغراض مثل شو يعني؟ كتب ودفاتر وإقلام؟ ايه ليش لا؟ خليني ورجيكي شو هن الاغراض. ليكي هنا على الطاولة. ورجيني لشوف. هاي الساعة يا ستي اول ساعة اشتريتها من مصروفي، عمرها شي 25 سنة اذا مو اكتر. وهي اول رسمة رسمتها بحياتي، كنت لسه مو فايت على المدرسة. وهدول شوية كتب طبعات قديمة من الستينات والسبعينات. ها وهذا دفتر مذكراتي لما كنت صف عاشر، يعني فيك تقولي وقت بلشت كتاباتي تاخد منحة احترافي. أما هاي شو حبيبي مفكر حالك بيكاسو لحتى عم تتبرع بأول لوحة، ولا أرنست همينغوي عم تتبرع بأول أعمالك الأدبية لتنباع بالمزاد العلني؟ عم تتمسخري؟ لا والله عم بحكي عن جد. هلا يمكن الفكرة مو بقيمة هاي الشغلات المادية، واللي يمكن الحق معك انه يعني هي ما لها كتير قيمة مادية، بس قيمتها المعنوية بالنسبة إلي بتخليني لما اتبرع فيها حس اني فعلا واقف جنب هدول الناس باشياء هي من اغلى الاشياء اللي بمتلكها، واكيد هاي المبادرة اللي عندي رح توصل بقيمتها المعنوية إلهم. تعرف انك قنعتني؟ شفتي شلون؟ مع انك انت عم تتمسخري علي بالاول. يعني بيني وبينك اول شيء كنت مفكرة اخذك النوم، بس هلأ عجبتني الفكرة كتير، ومشان هيك أنا كمان بدي أجمع الشغلات يلي بحبها وأتبرع فيها. مثل شو؟ فساتيني وأكسسواراتي مثلاً. فساتينك؟ ليش عندي غير فستان عرسنا؟ لا ما عندي غيره، وهاد هو يلي بدي أتبرع فيه. أيوة أي يكتر خيري. أي مو قلت كل ما زادت قيمته المعنوية بالنسبة إلنا بيكون دليل على رغبتنا الحقيقية بإنه نقدم شيء؟ أقنعتيني، ماشي. جوز كلامه.